إن شاء الله راح نتكلم عن موضوع مهم جدا، وهي التجارب الجنسية في عمر المراهق. طبعا الحمل الغير مرغوب وربما الإجهاض، أيضا التعرض للأمراض المنقولة عن طريق الجنس، التعرض للتدخين والمسكرات والمخدرات والعنف، وأيضا هنا يمكن استمرار التعليم للبنات يمدهم بمزيد من القوة، ويعتبر وسيلة لرفع سن الزواج لبعد 18 سنة. وأيضا الأم المثقفة تستطيع إنشاء عائلة والقيام بأعباء التربية والتعليم، أيضا تربية البنت في هذا السن، مما أيضا يلقي الكثير من المخاطر في المستقبل. أيضا المراهقون الأكبر سنا تقريبا من عمر 18 إلى 19 سنة، في إقليم المتوسط يعتبر الزواج بهذا السن أيضا وارد في كل المناطق، لكن أيضا ينبغي تأخير الحمل والمباعدة بين الحمول، بسبب أن الجسم نفسه جسم البنت حتى الآن ما بعد يتكيف تكيف كامل في هذا العمر. أتمنى أنكم استفدتم من هذا الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.